المدارس المدمرة والنقص في الكادر التعليمي وإهمال الهيئات الداعمة. ليست هذه فقط مشاكل التعليم في الشمال السوري، سوء وضع التعليم الذي يهدد بضياع المستقبل الدراسي لآلاف الأطفال السوريين في مناطق سيطرة المعارضة أمام معوقات كثيرة لا تسمح باستقرار العملية التعليمية واستمرارها، فلا تعويض للاحتياجات المتزايدة في ظل ازدياد عدد التلاميذ، ولا وجود للاستقرار الأمني عدا عن الوضع الاقتصادي السيء والدعم شبه المنعدم. تتراكم هذه المشاكل والعقبات يوما تلو الآخر أمام الكوادر التدريسية والإدارية المسؤولة عن ملف التعليم. المعلم هو اللي بالأساس، يعني هو اللي رح يوجه هذا الطفل، مفتقر لكل شيء، كل جميع الوسائل اللي بدها تساعده. المدرسة تفتقر بكل الوسائل اللي هي تعلم الطرق الحديثة، الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم النفسي، التواصل مع الإدارة، يعني عم يكون جدا تواصل ما على هذا المستوى الراقي. جغرافيا تدير الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام ثلاث حكومات: شرق الفرات تديره حكومة الإدارة الذاتية التابعة لقسد وتعتمد مناهج النظام بالإضافة للغة الكردية، وريف حلب الشرقي والشمالي مع عفرين بإدارة الحكومة السورية المؤقتة وتعتمد مناهج النظام المعدلة من قبل التربية الحرة بالإضافة لمنهاج اللغة التركية، وتدير المناطق غرب عفرين، إدلب وريف اللاذقية حكومة الإنقاذ والتي لا تمتلك منهاجا خاصا بها وتعتمد منهاج النظام مع طمس المعلومات التي تتحدث عن البعث أو النظام ومكوناته. بالنسبة للمناهج، القسم الأعظم منها أمنته التربية الحرة عن طريق دعم منظمات بالتعاون مع المانحين. ما تبقى استعنا بالكتب التي وزعها النظام بعد أن قمنا بعملية طمس لمعظم الأمور التي تمجد همجية النظام وإجرامه. العديد من المدرسين لا يزالون يتقاضون رواتبهم من النظام خاصة في مناطق سيطرة قسد، بينما يعاني المعلمون في مناطق إدلب وريف حلب الغربي من انقطاع الرواتب لفترات طويلة وإهمال من قبل المنظمات الداعمة. ويتقاضى المعلمون رواتبهم بالليرة التركية في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وعفرين، الرواتب التي تعتبر ضئيلة للغاية مقابل الحالة الاقتصادية للمنطقة دفعت المعلمين في مدينة الباب للاحتجاج مرتين والمطالبة بزيادة الرواتب. أكثر الفئات احتياجاً هي المخيمات اللي هي ما بتلقى أي نوع من أنواع الدعم على كافة الأصعدة، منها الخدمي والتعليمي والطبي. فتوجه جمعية نبع الحياة وحاول تغطي جزء من الحاجة التعليمية للأطفال بتقديم حقائب وقرطاسية. بينما لا يزال أكثر من 2,400,000 طفل سوري خارج المدرسة وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، تزداد مشاكل التعليم والصعوبات. ويعتقد القائمون على الملف بأن المبادرات الحالية خجولة ولا تكفي لانتشال ملف التعليم من الضياع.